على أراض كانت زراعية تتمدد الخيام والمنازل المتنقلة والبيوت الجاهزة. الآلاف منها ستملأ ما تبقى من مساحات فارغة على أطراف بلدة نورداغ، حيث تتكدس طوابق المباني المدمرة فوق بعضها. محظوظون من حصلوا على خيمة أوفرهم حظا، من كان من نصيبهم خيام أكثر دفئا ورفاهية. أتمنى أن أحصل على بيت متنقل قريبا، لقد دمر بيتي وقتل شقيقي، وهذه الخيمة من قطر تسترني الآن وأشكرهم على ذلك. أكثر من 1000 منزل جاهز ركبت هنا في انتظار وصول الآلاف منها. لا أرقام ثابتة، شركات وولايات تركية في الشمال لا تكف عن إعلان التبرع بمئات المنازل المؤقتة للمنكوبين. لقد كانت كارثة، والآن تهافتت جميع الشركات في تركيا لتشييد مبان للإيواء ومطاعم ومقاهي متنقلة. هنا تنشئ شركتنا مبنى كافيتيريا وآخر للإيواء بتمويل من بلدية اسطنبول. وزير الإسكان التركي أعلن عن تجهيز 15,000 منزل جاهز في بلدة إصلاحية المجاورة. في غضون أيام ستصل إلى ميناء إسكندرون دفعة أولى من 10,000 بيت متنقل من قطر. عائلة بأسرها ردمها الزلزال في الولايات العشر، سكنت المقابر، الميسورون من الناجين رحلوا إلى ولايات أخرى. أولئك الذين لا مال لهم لن ترافقهم أغراضهم الناجية من الزلزال إلى مخيمات المنكوبين. انتقلنا مؤقتا إلى حاوية تبرع بها مصرف أك بانك، لذلك لا يمكننا أخذ جميع الأغراض معنا. نأمل أن نحصل على واحد من المنازل المتنقلة التي ننتظر وصولها من قطر. لكل غرض من هذه الأغراض قصة، كم من مال أنفق في اقتنائها على مدى سنوات، هشمها الزلزال والآن تلتهمها النار. من تحت الأنقاض يفتش الناجون عما خف وزنه وغلا ثمنه، بينما يحرقون آثاثهم وأغراضهم التي لن تستوعبها خيم ضيقة ومنازل متنقلة قد يطول بقاؤهم فيها. يرمون أوجاعهم في النار، أفرشة وأغطية علقت بها دماء أحبة لم تكتب لهم النجاة من زلزال ضرب والناس نيام. من بلدة نورداغ، صابر أيوب، العربي، جنوب تركيا.